سعد لجنة الأسر والرحلات، يتفضل الأستاذ الدكتور أحمد الحسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بتقليد الطالب وشاح اتحاد طلاب جامعة سوهاج. الطالب عمر محمود عبد الله كلية الطب البشري الفرقة السادسة أمين لجنة النشاط الرياضي. يتفضل الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة بتقليده وشاح اتحاد الطلاب. الطالب محمد يونس أحمد كلية التعليم الصناعي الفرقة الثانية أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي. يتفضل الأستاذ الدكتور أحمد علي حسين نائب رئيس الجامعة بتقليده وشاح اتحاد الطلاب. الطالب أحمد ممدوح أحمد صالح كلية الهندسة. الطالب محمود محمد الملقب كامل كلية التعليم الصناعي الفرقة السادسة أمين مساعد اللجنة السياسية والثقافية. يتفضل الأستاذ الدكتور أحمد علي حسين بتقليد هذا الطالب وشاح اتحاد الطلاب. الطالب أشرف عبد الوهاب يونس كلية التعليم الصناعي أيضا الفرقة الثالثة وهو أمين اللجنة الفنية على مستوى الجامعة كلية التعليم الصناعي. الطالب أحمد الفاروق أبو العباس كلية العلوم الفرقة الرابعة. أمين مساعد اللجنة الفنية. طالب متناجح محمد نور كلية الزراعة الفرقة الرابعة أمين لجنة الجولة والخدمة العامة. الطالب عز الدين عبد الناصر عبد الحميد كلية الهندسة الفرقة الثالثة أمين مساعد لجنة الجوالة والخدمة العامة. الطالب عبد الرحمن حسين حافظ كلية التجارة الفرقة الثالثة أمين لجنة النشاط الاجتماعي وشؤون الطلاب. الطالب أحمد فتحي محمود كلية العلوم الفرقة الرابعة أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي وشؤون الطلاب. Thank you.